أنا ولا باران ما انا مش شويه لحمة خارو سعر الوجبه 150 كمان وفيتني غدا؟ فيتني غدا؟ كاكوريت بون دوكسان دوكسان بيك ليزوتوس هام بيك ليسكسان هاي الليرة كاكوريت هاي الأسعار كاميون بقى كاميون هلا شاورما شاورما تركية سعرها 90 ليرة سندوشة أنا بابادان يلم دايا ولا وفيات نقدر؟ 100 ليرة باشا 100 ليرة بيران هذا هو شارع المطاعم في منطقة سريجلي مطاعم تركية من الأجنبيين هاي الوجبات نعطيكم موقع الصندوق الوسط واللحمة خارو الشارع كثير حلو الشارع كله مطاعم هي الأسعار أسعار الوجبة موجود لحم السوية كل شيء بيرد حسب التوصيل
جوامع كتيرة في اسطنبول. شجر وفواكه. المطاعم التركية المشهورة في منطقة بيازيد، راح أحط لكم موقع الصندوق الوصف، أشهر المطاعم التركية في إسطنبول. هذا هو الشارع، أحط لكم موقع الصندوق الوصف، شارع المطاعم في منطقة بيازيد. يا ابو نيك عندنا قاعد بعض الليلة هذه الشاورما لحم خروف شاورما لحم خروف O zaman buradan aşağı döneceksin.